آخر شيء، أو خلينا نذكركم بس شو اللي عملناه على الأقل المرة اللي فاتت في تشابتر 9 اللي عملناه كالتالي. رحنا حكينا بس عن حضرتك الدكتور الناس مطلع لكم عندي. ماركس الكتلي، وأخذنا حالتين تو كيسز نطلع لهم السنتر أوف ماس إذا أنتم متذكرين. الكيس الأولى إنه إذا كان عندك سيستم أوف بارتيكلز، سيستم أوف بارتيكلز انه مجموعه من الجسيمات او الاجسام، وحكينا بنطلع منهم السنتر اوف ماس بكل بساطه عن طريق هاي العلاقه، انه اكس السنتر اوف ماس تساوي 1 على التوتال ماس في السمشن من اي ايكوال 1 ل ان في ام اي اكس اي، هذا اللي هي الاكس سنتر اوف ماس، ونفس الشيء بالنسبه للواي سنتر اوف ماس اللي هي 1 على ام في السمشن من اي ايكوال 1 ل ان في ام واي واي اي، وكمان عندك الزد سنتر اوف ماس بنفس الطريقه 1 على التوتال ماس في السميشن من اي ايكوال 1 ل ان في ام اي زي اي. فهون هذا السيستم اوف بارتيكلز انه انت بتقدر تطلع الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس والزي سنتر اوف ماس عن طريق هذه العلاقات، بس تضرب كل كتله بالاحداثي اللي إلها وبتقسم على مجموع الكتل، هيك بتطلع الاكس والواي والزد. طبعا هذول ممكن احنا لخصناهم اذا بتتذكروا بالار سنتر اوف ماس، يعني هذول الثلاثه مع بعض حكينا بنقدر نحطهم ار سنتر اوف ماس اللي هي بتساوي الواحد على الام في السمنيشن من اي ايكوال 1 لان ام اي في ار اي، لكن هون بتتعامل مع فيكتورز، واخذنا مثال على السيستم اوف بارتيكلز. هاي اللي هي الكيس الاولى اللي احنا اطلعنا عليها. الكيس الثاني اللي احنا اطلعنا عليها اللي هي لما يكون في عندك ريجيد بادي او سوليد باديز، انه اجسام صلبه كيف بنطلع لهم السنتر اوف ماس؟ حكينا بس بتحول الاكس والواي والزي لتكامل، بمعنى انه الاكس سنتر اوف ماس بتصير 1 على التوتال ماس في الانتجرال لاكس دي ان، وركزنا احنا اكثر شيء على الاكس سنتر اوف ماس. طبعا الواي والزد بنفس الطريقه، لكن اكثر شيء ركزنا على الاكس سنتر اوف ماس، وحكينا التالي، حكينا انه لازم نعوض محل الدي ام هاي، نعوض محلها بدلاله الدي اكس، واستغلينا فكره اللمدا انه دي ام تساوي لامدا دي اكس اذا انتم متذكرين، وحكينا اللامدا هي قديش انا عندي كتله في وحده طول، وحكينا انه لامدا ام على ال، مظبوط؟ واذا بدنا اياها في بعدين او في ثلاث ابعاد عرفنا السيجما والرو، بس انه كمعرفه حكينا انه السيجما كم عندي انا كتله في وحده مساحه، والرو كم عندي انا كتله في وحده حجم. فهذا باختصار انه كيف بنطلع السنتر اوف ماس للكيس الثاني للريجيد بوديز، بدنا نحل هذا الانتجرال وبنعوض محل الدي ام اما لامدا دي اكس او سيجما دي اي او رو دي في، لكن هذول الثنتين حكينا بيكونوا للبعدين والثلاث ابعاد، او لما تكون الماس موزعه على بعدين وثلاث ابعاد. هنا بس لما تكون في بعد واحد واخذنا مثال عليها اللي هي الرد القضيب او اللاين، هذا الرد حكينا دائما السنتر اوف ماس له في السنتر، وشفنا كيف هاي النتيجة فادتنا كثير في حل بعض المسائل. تمام؟ هذا اللي هو المحاضرة اللي فاتت بالإضافة لقانون نيوتن لمجموعة من الأجسام. هذا اللي أخذناه في المحاضرة اللي فاتت. كمان أخذنا اللي هو قانون نيوتن لمجموعة من الأجسام لسيستم أوف بارتيكلز وعقبنا عليه. لكن اليوم اللي راح نطلع عليه اللي هو راح نطلع على اللينير مومنتم، على كمية التحرك، أو كنت تسموها الزخم. تمام؟ طيب هلا بكل بساطة خلينا أول شيء نشوف شو هي كمية التحرك، أو إيش معنى هذا اللي هو الزخم. طيب فاليوم اللي راح نبلش فيه اللي هو 9.3 او الفكره الثانيه في تشابتر 9 اللي هي اللينير مومنتم اللي هي كميه التحرك.
عمليه التحرك الخطيه لانه في عندك اكيد الانجلر مومنتم. تمام؟ طيب هلا اللينير مومنتم هاي بنقيس لها برمز بي اللي هي يعني كميه التحرك. كميه التحرك اللي هي يعني قديش الجسم عنده كميه حركه. بمعنى كمان شوي بنفهم المعنى الفيزيائي لهي دكتور الشاشة معلقة ايش؟ الشاشة معلقة لا خلص هي صارت احسن طيب هلا اللي مومنتم هاي اللي هي كمية التحرك الخطية هاي معناها انه قديش عندي انا الجسم في عنده كمية حركة وهاي اللي هي لينير مومنتم البي بنحسبها عن طريق هاي العلاقة انه دائما البي تساوي ام في في يعني اذا انت عندك جسم وهذا الجسم كتلته ام سرعته في تحسب كمية التحرك له بانه تضرب الكتلة في السرعة فهنا الام هي الماس والفي هنا الفلوسيتي او مقدار الفلوسيتي تمام هلا اتجاه البي دائما بيكون باتجاه السرعه يعني اذا الجسم باتجاه السرعه لليمين فبتكون اتجاه البي دائما باتجاه السرعه فهون دائما البي ان ذا سيم دايركشن اوف في دائما بتكون بنفس اتجاه الفي تمام فهي ببساطه انه كيف احنا بنحسب اللينير مومنتم انه بس نضرب كتله الجسم في سرعته هذا شيء بسيط جدا لكن ايش معنى اللينير مومنتم او عن شو بتعبر اللينير مومنتم احنا اللي بهمنا التغير في هاي اللينير مومنتم مع الزمن هذا اللي بهمنا التغير في اللينير مومنتم مع الزمن هذا بعطيني الاكسترنال او النت فورس على الجسم بمعنى انه اذا انت عندك جسم تمام وهذا الجسم افرض انه موجود على سطح افقي تمام وافرض انه بتحرك بسرعه v وعليه عده قوى تمام عليه عده من القوى مثلا افرض انه هاي اف واحد هاي الام جي مثلا هاي النورمال فورس نفرض هيك هاي القوى اللي بتأثر على هذا الجسم تمام فالتغير في اللينير مومنتم بالنسبة للزمن يعني دي بي باي دي تي هذا بعطيني الاف نت محصلة القوى يعني انا بقدر اطلع الاف نت من خلال ان اوجد المحصلة لهذه القوى نوجد اف اكس ونوجد اف واي زي ما تعلمنا في السابق لكن كمان بقدر اذا انا عرفت تغير اللينير مومنتم مع الزمن اللينير مومنتم مع الزمن هذا بعطيني الافنت او محصله القوه وهي الصيغه العامه لقانون نيوتن الثاني قانون نيوتن الثاني سكند لو او نيوتنز سكند لو قانون نيوتن الثاني الصيغه العامه له اللي هي انه اف نت تساوي دي بي باي دي تي طيب بس احنا بنعرف من تشابتر 5 انه احنا بنعرف دائما انه صيغه قانون نيوتن الثاني اف نت تساوي ام في اي صح بس انت بتحكي لي هلا او انا بحكي لك هلا انه لا الاف نت هي دي بي باي دي تي مش بالضروره دائما الاف نت تساوي ام في اي فقط في حاله واحده بتكون هاي العلاقه صحيحه بشرط اذا الماس كونستانت اذا الماس كونستانت بضبط استخدم هاي العلاقه فاذا بترجعوا لكل المسائل اللي حليناها في تشابتر 5 وتشابتر 6 دائما بتكون الماس هاي عباره عن كونستانت قيمه ثابته ما تتغير تمام اذا بتتغير الماس اذا الماس فاريبل هاي العلاقه بتبطل تزبط بدك ترجع للقانون الاصلي لقانون نيوتن الثاني اللي هو الاف نت تساوي دي بي باي دي تي هو دائما الاف نت تساوي دي بي باي دي تي سواء الماس كونستانت او الماس فاريبل هاي دائما صحيحه لكن هاي صحيحه
بشرط انه الماس بتكون ايش؟ كونستنت. تمام؟ هلا كيف الماس بتتغير؟ افرض انه عندك صاروخ طالع للفضاء كل شوي بتسقط منه كتله، تمام؟ فهي الماس فاريبل، وهذا السيستم راح ندرسه في اخر الشهر. تمام؟ طيب نرجع نتاكد من هاي العلاقه من وين اجت، او هذا القانون من وين اجى؟ من هاي. تمام؟ هذا نشوف بكل بساطه احنا اللي حكيناه انه الصيغه العامه هي لقانون نيوتن الثاني. بعدين الصيغه العامه لقانون نيوتن الثاني انه افنت تساوي دي في باي دي تي. تمام؟ هاي نرجع بكل بساطه احنا اللي حكيناه انه افنت يساوي دي بي باي دي تي، صح؟ طيب احنا بنعرف انه بي يساوي ام في في، فاول محل البي هون ام في في، شو بتصير؟ دي باي دي تي ام في في. تمام؟ حاصل ضرب اقترانين، كيف بنشتقهم؟ الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول، صح؟ فباجي بحكي التالي ام الاول في مشتقة الثاني اللي هو دي في باي دي تي زائد الثاني اللي هو في في دي ام باي دي تي. هلا اذا كانت الام كونستانت، اف ام كونستانت، اذا الماس ثابتة، هذا معناه انه دي ام باي دي تي زيرو، معناته المشتقة هاي بتكون زيرو، هاي اذا كانت الماس ثابتة، معناته افنت هي هاي شو تساوي؟ ام دي في باي دي تي، ودي في باي دي تي هي الاكسلريشن، فهي ام في اي. فمن هون اجى انه الافنت تساوي ام في اي لما تكون الماس الشرط كونستانت، لانه بتكون هاي الدريفاتيف دي ام باي دي تي بتساوي ايش؟ زيرو. تمام؟ اما اذا كانت الماس نون كونستانت نرجع لها عشان نطلع الافنت، يعني هاي دي في باي دي تي ما بزبط استخدم هاي، هاي سبيشال كيس، افنت افنت تساوي ام في اي، هاي سبيشال كيس اذا الماس الشرط انها كونستنت ثابت. طبعا احنا في نهايه التشابتر احنا كل اللي اصلا اللي تعاملنا معاه في تشابتر 5 و 6 وكل التشابترز انه الماس بتكون ثابته، لكن في نهايه هذا التشابتر اللي هو في تشابتر 9 راح ناخذ انه لما الماس تتغير كيف بنتعامل مع السيستم اللي هو لما نتعامل مع الروكت اللي هو يعني الصاروخ. تمام؟ فهذا بالنسبة للجزء الأول من المحاضرة، إنه بس بدنا نعرف إيش معنى اللينير مومنتم وعلاقة اللينير مومنتم بمحصلة القوى على الجسم. تمام؟ وشفنا إنه هذا هو الصيغة العامة لقانون نيوتن الثاني، لكن في عندنا سبيشال كيس لما تكون الماس كونستانت بتكون الأفنت تساوي ام في. طب دكتور لازم الكتلة تكون تتغير بثبات؟ إيش؟ لازم الكتلة تكون تقل بثبات، يعني تتغير بثبات؟ إيش تتغير بثبات؟ يعني مثلاً الكتلة بتقل بالضرورة لازم الكتلة حسب المعد... لا لا مش بالضرورة، ما لاش دخل. تمام دكتور رح نأخذ التصادمات؟ نعم بس لسه السعام بدري عليها. طيب هاي اللينير مومنتم. تمام؟ طيب هذا اللي هو الجزء الاول من محاضره اليوم، مفهوم وبسيط اغلبكم تعرفه. طيب هلا نروح للجزء الثاني من هاي المحاضره اللي هو بدنا نعرف شيء اسمه الامبلس، الدفع. نتعرف على الدفع عشان نقدر نروح للتصادمات. تمام؟ طيب فاللي راح نتعرف عليه هلا
الامبرس او عنوان السكشن اللي هو كوليجنز اند امبرس، تصادمات والدفع. تمام، التصادمات والدفع او التصادم والدفع. لكن هنا راح نطلع على التصادم مش انه نضرب جسمين في بعض زي ما بتتخيلوا. تمام، يعني بس نتطلع انه لو ضربنا مثلا طابي على حيط او جسم في جسم، مش مهم، انه مجرد كولاجين بسيط. بعدها بنيجي لانواع الكولاجينز، انه الاستيك كولاجين، نون الاستيك كولاجين، وتوتالي الاستيك كولاجين، مش مهم، نجيهم كلهم في اخر الشابتر. لكن هو بس بشكل عام حكينا عن الكولاجين او جبنا سيره الكولاجين عشان بس نعرف الامبلس الدفع. اللي بدك تتخيله انه تخيل لو عندك انت جسم، وهذا الجسم ضربته انت في حائط او في جسم ثاني، مش مهم، وهذا الجسم كان يتحرك بسرعه فيه. تمام، بنحكي انه الدفع او الامبلس بيساوي، طلع شو بيساوي الامبلس، الامبلس هذا اللي هو بنرمز له بالرمز جي او سنة جي. تمام، هذا الامبلس اللي هو جي شو بيساوي؟ القوة الافريج فورس اللي بيأثر فيها الطابع على الجسم. تمام، في يعني الفي افريج في دلتا تي، في زمن تأثير القوة. تمام، يعني انت ضربت طابع على حيطة، تمام، ومقدار دفع الطابع، مقدار الدفع اللي هو الامبلس لا الطابع على الحيط، بتساوي القوة اللي أثرت فيها الطابع على الحيط في الزمن تأثير القوة اللي هو دلتا تي. هذا الحكي صحيح إذا كانت الفورس اللي هون هاي اللي أثرت فيها الطابع على الحائط كونستانت ثابت، هذا بشرط انه الاف تكون ايش؟ كونستانت ثابت. لكن افرض انه الاف اللي بتاثر، يعني هون الاف اللي بتاثر فيها الطابع على الحيط، افرض انها نون كونستانت، تمام، شو بصير الامبلس؟ بنعرف الامبلس جي انه التكامل لاف اوف تي دي تي، من طبعا من تي انيشال لتي فاينل او من تي واحد لتي اثنين. تمام، فهون بدل ما نضرب دوت برودكت او مش دوت برودكت، لانه دلتا تي هون اصلا رقم مش متجه، فهي مش دوت برودكت. هلا هون لو بدل ما نضرب الاف في تي او دلتا تي، بس بنعمل تكامل للاف مع التي بدل بس ما نضربهم ضرب عادي، زي فكره الشغل. الشغل كان اف دوت دي اكس لما كانت الفورس كونستانت، لما كانت نون كونستانت عملنا الانتجرال لاف دي اكس. لكن هون الامبلس على دي تي مش على دي اكس، تمام، بس نفس المبدا نفس الفكره. هذا القانون احنا بنستخدمه لما تكون الاف فاريبل او نون كونستانت، متغير، بتعتمد على الزمن، depends on time، تعتمد على الزمن. إذا الأف أعطتك إياها كعلاقة مع الزمن، فبتروح أنت بتوجد الإمبلس اللي بتعمل التكامل من تي واحد لتي اثنين لأف في تي دي تي. طيب تخيل أنه أعطيتك رسمة الأف مع التي، افرض أنه أنا رحت وأعطيتك أي مبينة هون والدرس رسمة F وT، أي F وT، وافرض أنها تتغير بهذا الصورة. تمام، فالمساحة المحصورة تحت المنحنى هي التكامل، صح؟ هي الدفع بالضبط، فهي الإمبلس، هي الدفع، هي J. فJ هون هي المساحة المحصورة تحت منحنى F
مع تي، يعني بمعنى هي التكامل بين اف وتي. طبعا ما هو اصلا لما تكون الاف كونستانت، لما تكون ثابته تطلعها برا التكامل بتصير اف وتكامل دي تي دلتا تي، صح؟ بترجع لها، تمام؟ يعني هاي مجرد اصلا حاله خاصه منها، يعني بتعتبر انت هذا القانون العام انه الامبلس هو التكامل، ولما تكون الفورس كونستانت بس تطلعها برا التكامل، بس هاي المبدا، تمام؟ فهيك انا بحسب الامبلس اللي هو الدفع. الدفع بصير لما انا اعمل كوليجن، لما اعمل تصادم، يعني انا بضرب مثلا طابي على حيطه او ضربت طابي في طابي، فكل واحد فيهم بتاثر على الثانيه بامبلس بدفع، وهذا الدفع مقداره الاف افريج في دلتا تي او الانتجرال لاف اوف تي دي تي، تمام؟ حسب شو طبيعه الفورس، ممكن انها تكون الفورس كونستانت او تكون الفورس نون كونستانت، تمام؟ ممتاز. هلا كمان بنقدر نوجد الامبلس عن طريق اللينير مومنتم، يعني اذا انا قدرت اعرف التغير في اللينير مومنتم تبع هاي الطابه، تبع هاي الطابه، بقدر اطلع مين الامبلس. كيف طلعوا؟ كيف هاي الطرق لايجاد الامبلس الدفع؟ خليهم هذولا، هلا كمان الامبلس بنقدر نعرفه انه جي الامبلس هو التغير في اللينير مومنتم. يعني انت افرض انك ضربت طابه هون بسرعه في انيشن، تمام؟ وهاي الطابه ضربت في الحيط وارتدت بفي فاينل، تمام؟ اذا ضربت انت طابه بسرعه في انيشال وارتدت بفي فاينل، اذا عرفت انت الفي انيشال والفي فاينل تقدر تطلع الامبلس. كيف؟ تحكي انه جي تساوي ام في دلتا في، صح؟ ليش؟ لانه دلتا في هي ام في في، في دلتا في، تمام؟ لانه البي ام في في، فدلتا في ام في دلتا في، واللي هي ام في في فاينل ناقص الفي انيشال، فهي الامبلس، تمام؟ فطلعوا كيف ما احلاها. هون احنا بنقدر نحسب الامبلس باكثر من طريقه، انه اذا معانا الاف، اذا معانا الفورس وزمن التاثير، او معانا الفورس بدلاله الزمن، بنطلعها بهي العلاقه. اذا مش معاي الفورس وما بعرف الفورس اللي بتاثر فيها الطابه على الحيط، اذا معاي الفي ايش بقدر اطلع في فاينل، او بالعكس، من المهم انه معاي هذول السرعتين بقدر اطلع الامبلس من هاي العلاقه. هلا نسال حالنا سؤال بسيط، من وين اجت هاي العلاقه اللي هي جي تساوي دلتا بي؟ طلعوا من وين اجت هاي جي تساوي اف في دلتا تي. اف في دلتا تي هاي شيء دلتا بي، صح؟ مش احنا بنعرف من قانون نيوتن الثاني انه اف نت تساوي دلتا بي على دلتا تي، او دي بي باي دي تي، تمام؟ فاف في دلتا تي لما تاخذ الافريج هون بتصير دلتا بدل المشتقه، لما تاخذ افريج بتصير دلتا بدل المشتقه، فهون بتصير دلتا بي على دلتا تي، فهي اف افريج خلينا نسميها، لانه انت هون اخذنا التغير مش المشتقه، فهي دلتا بي على دلتا تي، فدلتا بي هي اف افريج في دلتا تي، فهي اف افريج في دلتا تي هي نفسها دلتا تي، تمام؟ فالإمبلس جي بيساوي اف افريج في دلتا تي ويساوي دلتا بي، تمام؟ فيعني اذا احنا بدنا نختصر كل هاي العلاقات بعلاقه واحده، تمام؟ بنحكي التالي، انه طيب اوكي
انه العلاقه اللي بتربط بين اللينير مومنتم والامبلس والفورس بكل بساطه انه بيحكي انه الجي الامبلس بيساوي ايش اف افريج في دلتا تي ويساوي دلتا بي واللي هي نفسها ام في فاينل ناقص الفي ايش صح. هذا لما تكون الاف كونستانت ولما تكون نون كونستانت جي راح تساوي الانتجرال لاف دي تي صح واللي هي نفسها كمان تغير في اللينير مومنتم. يعني دائما الامبرس بيساوي التغير في اللينير مومنتم تمام. فاحنا اللي سويناه هلا كل اللي عملناه انه تعرفنا على اللينير مومنتم وعلى الامبلس وربطناهم في بعض بس. يعني احنا بس تعرفنا على مفهومين جداد، هذا المفهومين اللي هم اللينير مومنتم كميه التحرك والامبلس اللي هو الدفع تمام، وربطناهم مع بعض. طيب هلا كحاله خاصه، كحاله خاصه هاي موجوده يعني كمثال، افرض لو انا رحت واطلقت اكثر من جسم على يعني اكثر من بارتكل على جسم معين، كيف يعني؟ يعني تخيلوا كسبيشال كيس كحاله خاصه تمام او كاكزامبل حتى، انه تخيل لو في عندك انت بوكس وهذا البوكس انت ضربت فيه اكثر من طابه تمام، مش طابه واحده، مش طابه واحده، اكثر من طابه، شو بصير تمام؟ هذا هاي السبيشال كيس اللي راح نطلع عليها. لكن يعني مثلا تخيل انت في عندك بوكس واطلقت عليه عده رصاصات مثلا تمام، لكن الميزة انه يعني كل واحد من هذول الرصاصات يعني نفهم انه هنا في عندنا تارجت هدف وانت اطلقت عليه مجموعه من الرصاصات كل واحد لها نفس الكتله، يعني هذول لهم نفس الكتله ام 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 وكلهم انطلقوا بنفس الفي انيشيال بنفس السرعه الابتدائيه. هاي السبيشال كيس اللي احنا راح نطلع عليها تمام، انه كلهم انطلقوا بنفس السرعه في وكلياتهم لهم الكتله ايش ام. اللي بنحكيه انه الامبلس راح بيصير يساوي جي بيساوي بس السؤال بس ثواني اتاكد من هالشغله بلاش اكون انا مخربط فيها. لا تمام خلاص، جي بدها تساوي ناقص ال في دلتا بي، يعني الامبلس هون بيساوي ماينس ان في دلتا بي، ان اللي هي عدد البارتيكلز النمبر اوف بارتيكلز ودلتا بي اللي هي التغير في المومنتم لواحد فيهم، لانه يعني هذا التغير في المومنتم له نفس هذا نفس هذا نفس هذا، ليش؟ لهم نفس الكتله ولهم نفس البي انيشال، فالتغير في دلتا بي نفسه. فهون هذا التشينج ان لينير مومنتم اوف 1 بارتكل لا جزيء واحد او لا جسم واحد، ليش؟ لانه لهم نفس الدلتا بي. فكانه احنا اللي بنحكي انسى شرط الماينس شوي، كانه احنا اللي بنحكي انه انت بتحسب الدلتا بي لواحد فيهم وتضرب في عدده بس. هذا بعطيك الامبلس الدفع الكلي، واحنا دايما زي المسخمات بك ايش بالغلط بالغلط شكله. طيب بسيط. طيب فهون بكل بساطه انه الجي بيساوي انسى اشاره الماينس شويه تمام، الجي بتساوي ان في دلتا بي، كانك انت بتحسب التغير من دلتا بي واحد فيهم تضربها في عددهم وبعطيك الدفع الكلي. يعني انت كانك انت بتحسب الدفع لهاي والدفع لهاي والدفع لهاي والدفع لهاي وبتجمعها كانه تمام. فهذا بالنسبه للامبلس. هلا ايش هي اشاره الماينس؟
هاي الإشارة الماينس إنه دائما بيكون أو كأنه إحنا بنحسب الإمبلس على التارجت اللي هون، هاي الإشارة الإمبلس على التارجت اللي هون أي الإمبلس، فكنا نحسب بس الإمبلس الأكسي اللي بسبب مين الرصاصات. يعني الدفع من الكرات على الجسم او هيك. أيوة هيك كنا ناخذ. أيوة. تمام. فبس انه اخذنا انه الامبلس العكس بس هاي الماده، طيب بس معنى اشاره الماينس مش اكثر. مع قانون نيوتن السادس انت بهمك كم مقدار هو ام في دلتا بي. طيب احنا بنعرف كمان انه دلتا بي هاي شو تساوي ام دلتا بي، صح؟ فمعناته بصير الامبلس انسى إشارة الماينس زي ما حكينا، خلينا ناخذ بس المقدار، فالجي بيساوي ام في دلتا بي، وهاي اللي هي ايش؟ ام في دلتا في سوري ام دلتا في، صح؟ هيك مزبوط؟ دكتور شو مكتوب باخر اللوح من تحت؟ ام في دلتا في، صح؟ في شيء ثاني انا نسيت؟ لا، ممتاز. طيب هلا احنا بنعرف كمان انه الامبلس هو اف افريج في دلتا تي، صح؟ وهذا بيساوي ام في ام في دلتا في، بقسم على دلتا تي بتساوي هذا الاف افريج بيساوي ام في ام دلتا في على دلتا تي، وكانه هاي الافريج الفورس افريج من هذول الطابات او من هذول البارتيكلز على التارجت، انه معدل القوه منهم كلهم مع بعض اللي هو ايش؟ ام في دلتا في. طبعا اذا بدك تحط اشاره السالب برجع نحطه مش مشكله عشان نمشي بس مع الكتاب، بس عادي ما راح تاثر، يعني بتقدر انت الهدف منه انه هو بيحسب لك قاعد في الامبلس من هذول على التارجت، تقدر تحسب العكس كمقدار متساوية، يعني الدفع من الطابات على التارجت هو نفسه الدفع من التارجت على الطابات. قانون نيوتن الثالث. بالضبط لأن نفس القوة بيأثر على بعض لكن بس بعكس الاتجاه. هاي المادة. دكتور. نعم. شو مكتوب بطرف اللوح من تحت؟ دلتا بي إس. هون. تشيل. مومنتم of one particle. مش شايف، مش مبين من الكاميرا. Of linear momentum change the linear momentum of one particle. أوكي. طيب. فهيك إحنا تعرفنا على الإمبلس، تعرفنا على linear momentum وربطناهم مع بعض وأخذنا كسبيشال كيس هاي الحالة. لانه في سؤال عليها في اسئله الدسكشن اي ثينك اعتقد. طيب هلا عشان نروح للتصادمات ونفهم التصادمات بدنا نروح ناخذ كمان مبدا اساسي، بنحل سؤال والمره الجايه بنبلش في التصادمات، بنكون جاهزين ان نبلش في التصادمات. تمام. طيب هلا الفكره الاساسيه او الاخيره اللي بنعقب عليها اليوم اللي هو حفظ كميه التحرك conservation of linear momentum. فإحنا العلم يعني كل محاضرتنا اليوم linear momentum impulse، وهلأ اللي هو حفظ كمية التحرك اللي هو conservation of linear momentum، وكلها قوانين جاهزة بس عليك تعوض فيها تعوض. طيب خلينا نشوف الجزء الأخير اللي هو conservation of linear momentum. احنا اللي بنعرفه انه من قانون نيوتن الثاني from Newton's second law، احنا بنعرف انه
الاف او الاكسترنال فورس يعني تساوي دي بي باي دي تي او دلتا بي على دلتا في. هذا ايش معناه؟ او انت بتكون كميه التحرك محفوظه، كميه التحرك بتكون محفوظه لما يكون هذا التغير بيساوي صفر. فبي از كونسيرف اف دي بي باي تي تي او دلتا بي تغير فيها بيساوي صفر، صح؟ فمعناته هذا التغير بده يكون ايش؟ صفر. معناته الاف بده تكون صفر. فهذا معناه انه البي از كونسيرف، هذا معناها انه البي از كونسيرف محفوظه، بمعنى انه دلتا بي تساوي صفر اذا نظام معزول اف بالضبط دي سيستم اف دي سيستم از ايزوليتد اند كلوزد. يعني اذا السيستم معزول مسكر على حاله ما في عليه اكسترنال فورس، لانه بتكون الاف زيرو او الاف اكسترنال زيرو، فبالتالي اللينير مومنتم بتكون محفوظه، بمعنى انه دلتا بي بتساوي صفر، التغير فيها صفر، بشرط انه السيستم ماله ايزوليتد، السيستم ماله معزول، فقط انه يكون معزول. هاي المبدا تمام. فهون انه ما في عليه اكسترنال فورس من برا، ما بتاثر عليه شيء خارجي، كانه كلوزد مسكر، كانه باكج واحد السيستم، تمام. اصلا احنا دائما نتعامل مع السيستمز اللي ايزوليتد، تمام. فهون دائما كميه التحرك محفوظه للانظمه المغلقه، تمام، او الايزوليتد. هلا الفكره كمان انه ايش معنى هاي دلتا بي تساوي الصفر؟ هذا معناه انه دلتا بي تساوي صفر، هذا معناته انه بي فاينل ناقص بي انيشيال تساوي صفر. هذا معناه انه البي فاينل تساوي البي انيشيال، واللي كنتوا تاخذوها بالعربي او زمان بالمدرسه انه كميه التحرك قبل تساوي كميه التحرك بعد، وهي راح تفيدنا كثير في التصادمات، لانه كل التصادمات بغض النظر عن نوعها دائما كميه التحرك فيها محفوظه، لانه كل التصادمات هي عباره عن ايش؟ ايزوليتد سيستم، دائما كميه التحرك محفوظه، تمام. فهاي المبدا وهاي الفكره. طيب الاشي كمان الاساسي اللي راح نعقب عليه انه تخيل لو انت في عندك السيستم في 2 دي مش في 1 دي، يعني مش في 1 دايمنشن، تخيل لو انه السيستم في 2 دايمنشن، تمام. بعدها بنحل لنا سؤالين. انا لما يكون السيستم في 2 دي، بس بكل بساطه اللي بيصير لما يكون السيستم في 2 دي انه عندك انت isolated سيستم، انه نظام معزول في 2 دي، هذا معناته انه دلتا بي صفر، هذا معناه انه بي فاينل تساوي بي انيش. لما يكون في بعدين هاي نقسمها لجزئين، انه بي انيشيال على الاكس تساوي بي فاينل على الاكس، يعني اللينير مومنتم باتجاه الاكس انيشيال تساوي اللينير مومنتم باتجاه الاكس فاينل، وكمان البي انيشيال واي تساوي البي فاينل واي. يعني اذا كان في وحدين بنطبق على الاكس لحال وعلى الواي لحال، تمام. خلينا ناخذ مثال على هذا الحكي او على اللينير مومنتم والحفظ كمية التحرك. طيب
طيب المشكلة في الأسئلة اللاكتشر مش محطوط أسئلة عليهم كثير، بس في سؤال 13 فيه هيك أكثر من فكرة حلوة، خلينا نحله مع بعض وبعدين بحط مثال من عندي على قضية حفظ كمية التحرك. خلينا نحط معطيات سؤال 13. سؤال هيك لطيف. طيب اوكي خلينا نشوف ايش اللي معطيكم في هذا السؤال وايش اللي بده اياه. اللي معطيكم اياه في هذا السؤال انه انت رحت قذفت جسم، وهذا الجسم اللي انت قذفته الزاويه قذفته بزاويه 60 بسرعه في انيشيال 20 متر لكل سكند. لما وصل اقصى ارتفاع، على فكره الكاميرا غبشت، اوكي تمام، لما وصل أقصى ارتفاع، يعني أقصى ارتفاع بالضبط بحكي لك في السؤال انقسم لكتلتين متساويات. يعني إذا الكتلة الأصلية كانت M هون، إذا الكتلة الأصلية هون كانت M كابيتال، فهذا معناته إنه هذول الكتلتين هاي M على 2 وهاي M على 2، تمام؟ إنه انقسم لـ 2 fragments equally in mass، تمام؟ هلا بحكي لك واحد فيهم من هذول التو فراجمنتس، واحد من القطعتين سقطت بشكل عمودي وكانت سرعتها، يعني وقفت للحظة، هو حاكي في السؤال هيك، وقفت للحظة وسقطت عمودي، انه بشكل عمودي. الثانية ظلت مكملة هوريزونتال. تمام؟ بده قديش المسافة اللي بتقطعها القطعة الثانية هاي حتى توصل الأرض، المسافة الأفقية اللي بتقطعها هاي القطعة حتى توصل الأرض، تمام؟ طيب كيف نطلع هاي المسافة؟ طلعوا على الحين اللي بدي أعمله، اللي بدي أعمله بدي أروح، لو أنا رحت وأوجدت السرعة الابتدائية اللي تحرك فيها هذا الفراجمنتس، كأنه بصير عندك بروجكتايل جديد، مقذوف جديد، صح؟ هون بتحرك بسرعة V، هاي السرعة هاي V، إذا عرفت أنا هاي V بحلها وبطلع المسافة الأفقية، خلصنا بطلعها دلتا X، صح؟ فهي الفكرة هلا إنه لازم نطلع هاي V، إذا أنا قدرت أطلع هاي V انتهى حل السؤال. ليش؟ خلص بصير عندنا زي بروجكتايل جديد وبنحل على بروجكتايل موشن. لكن كيف بدي اطلع هاي الفي؟ من حفظ كميه التحرك. انا بعرف انه اذا في عندي انا جسم كتلته ام انقسم لجسمين متساويات في الماس، كميه التحرك لازم تكون محفوظه، لازم الوضع انيشيالي كميه التحرك فيه نفس الوضع فاينل، صح؟ طيب ممتاز. هذا معناه انه بكل بساطه ب انيشيال اكس، لانه الحركه في بعدين، تساوي ب انيشيال او ب فاينل اكس لمين؟ لهذا الجسم، صح؟ تمام لهون؟ طيب
أو فيك تحكي بي إليشن تساوي بي فاينل مباشرة. ليش؟ لأنه هذا الفراغمنت السرعة السينية إله مالها؟ صفر، ما في سرعة سينية، بس سرعة على الواي، ما بتهمني السرعة على الواي. تمام؟ فهون هذا كأنه بروح، فبحكي إنه كمية التحرك هون تساوي كمية التحرك هون على الإكس، لأنه بس هذا إله إكس، هذا ما إله إكس. فيعني أنت بدك تحكي هاي البادي الثاني، الفراجمنت الثاني، ممكن تحكي إنه زائد بي فاينل إكس للقطعة الأولى، بس هاي صفر لأنه ما في سرعة أصلا، ما في سرعة على الإكس. تمام؟ طيب من هاي المعادلة M V initial، صح؟ M V initial، خلينا نحطها هنا initial نفس الرموز. فهنا V initial cosine theta initial، لأنه V X هون نضرب M في V X، صح؟ هاي V initial X أي V initial Y، لكن تحلل، فأنت تأخذ بس تاعت الإكس، فأم V initial cosine theta initial تساوي أم على 2 V، صح؟ هاي اللي هي اللينير مومنتم للجسم الثاني، لأنه في البداية حكي لك أنه كان يتحرك على الإكس بعدين بلش، يعني كان يتحرك بس للإكس، هون ما في حركة على الواي في البداية، في بدايتها، لأنه هنا هو عند أقصى ارتفاع انقسم الجسم، فعند أقصى ارتفاع لما ينقسم الجسم، تمام، بده تكون كأنه السرعة، يعني هذا بطل إنه سرعة سينية، هذا بده يكون زي خطية السرعة السينية أولها بعدين بتنزل، تمام، فما في زاوية، هاي الفكرة، فهي إم على اثنين في في، صح؟ ممتاز لهون. طيب، هلا نطلع إحنا شو هدفنا؟ نطلع هاي الفي، تمام؟ عشان نعتبر انه في هنا بروجكتايل جديد له السرعه في، فالفي شو تساوي؟ هاي ام كابيتال، ليش حاطه ام سمول؟ انا سوري، هي ام كابيتال، ام كابيتال مع ام كابيتال بتروح بتعطيك 2 في انيشال كوساين ثيتا انيشال، مزبوط، ممتاز. هاي الفي هات نحسبها، 2 في انيشال كم؟ 20 في كوساين 60، 20 كم تطلع؟ 20 نص، نص صحيح، نص فعشر بالضبط 20 متر لكل سكن، ممتاز. هاي الفي اللي تحركها هاي الفعل، خلاص خلص السؤال. إذا بدي المسافة الأفقية أنا بعرف إنه دلتا إكس تساوي V initial T، صح؟ أو ال V اللي تحرك فيها الجسم اللي هي V initial T زائد نص، لا سوري بس معادلة ال X هاي، في غيرها؟ مش في البروجكتايل موشن في المقذوفات عندنا بس معادلة واحدة لل X اللي هي V initial في T، صح؟ 100% صح صح، ممتاز. هاي اللي هي معادلة الوحيدة، شو بنسمى؟ تي، بنسمى تي، صح؟ مظبوط، من الواي كومبون بالضبط. لكن كيف نطلع التي؟ شوية هنا معاي الفي بدي دلتا اكس، ونطلع ايش؟ التي، بدنا نطلع تي، كيف نطلع؟ معانا دلتا واي، شو رايكم؟ دكتور مظبوط، بتكون جي، التسارع عن جي، هون بتحكي عن اكس ما بحكي عن واي. دكتور معانا، معانا دلتا واي، شو شو معطينا شيء ثاني؟ ثواني بس، شو شو معطينا معطيات؟ ثواني بلاش اقول لك، ما ليش تدخل مايكات؟ دكتور هو معطينا الارتفاع صح؟ اللي لحظة لما انقسموا، ما لا والله لا بدي أشوف، لا مش موجود. طب دكتور نحكي وإحنا هذا، نحكي وإحنا، ثواني ثواني
نقدر نحسبه. خلينا نتأكد وراح نقدر نجيبه الارتفاع مش هالشيء بسيط بس نقدر نجيبه طبعا. هلا خلص معناته علي نجيب الارتفاع عشان الواي انه بنقدر نروح نجيب الارتفاع تمام ومن الارتفاع نطلع الزمن الزمن لكن طيب كيف نطلع الارتفاع بالضبط خلينا نطلع الارتفاع عشان نطلع الزمن عدلت كيف نطلع الارتفاع يلا عدلت واي او نرجع هلا هنا كان اقصى ارتفاع صح اقصى ارتفاع لمين للهاي الاصليه مزبوط مزبوط ممتاز فدلتا واي اللي هي في انيشال او ناخذ الفي فاينل هاي هسه المعادله الثانيه في فاينل تربيع تساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي او جي سوري دلتا واي صح مزبوط مزبوط طيب هاي سيرة للقطعه الاولى الفي انيشال تربيع واي ليه في انيشال تربيع ساين تربيع ثيتا صح طب ليش بنروح نستخدم المعادله اوكي خلاص مش مشكله كمل زائد 2 جي في دلتا واي هاي صفر فمعناته دلتا واي شو تساوي ناقص في انيشال تربيع ساين تربيع ثيتا على 2 جي مزبوط لهون مظبوط معانا الفي انيشال معانا ساين ثيتا انيشال فبنطلع الدلتا واي فطلعنا دلتا واي ممتاز بعدين بنرجع بنعوض مش مشكله هلا بنطلع ايش دلتا تي تمام فشو بنحكي انه في او دلتا واي تساوي في انيشال واي في تي زائد نص جي تي تربيع مظبوط مظبوط معادله الاولى فكرت وين نطلعها من المعادله الاولى اسهل معادله الاولى تعينا صح بالضبط اه نقدر نطلعها من المعادله الاولى اسهل لنا ليش نستخدم هاي المعقد حالنا يعني بس عشان اسهلكم تفرق الشيء هي ما بتفرق دكتور حسبت لو بتطلع 15.3 هاي تطلع كم دلتا واي 15.3 طيب خليه ممتاز هاي ممتاز طيب من دلتا واي شو بنطلع تي بس هون تطلع معادلة تربيعية مزبوط يعني هنا في تي وهنا في تي لا ما هو في انيشال واي مش صفر يا دكتور فوق طب دكتور على المعادلة الأولى فبتروح فبتضل تي واحدة صحيح كلامك والله ليش انا هيك عوضت ثواني شويه يا جماعه انا خربشت الدنيا صحيح هاي الارتفاع انا طلعوا كيف الاستغلال وين بده يصير هذا الارتفاع 15.3 لهذا الافراج بنسى ما وصلت اقصى ارتفاع فعرفنا انه هذا 15.3 صح هلا السرعه اللي نروح للجسم الثاني اللي هون نطبق عليه معادله الحركه هاي الارتفاع 15.3 هاي زيرو ونص جي تي تربيع فبنطلع تي من هون شفتوا كيف؟ كمان مرة احنا هون دلتا واي طلعناها من وين؟ من الجسم الأصلي طلعنا دلتا واي من الجسم الأصلي بعدين رحنا للجسم الثاني هون وطلعنا منه ايش؟ التي خلاص عيارنا طلعنا التي بنطلع مين؟ الدلتا اكس بسيط كمان مرة عشان نرتب الأفكار إحنا عندنا هون جسم هذا الجسم كتلته أم كابيتال منه طلعت أقصى ارتفاع فأول إشي اعتبره أول خطوة عملتها إنه أوجدنا أقصى ارتفاع هاي دلتا واي خلصنا بعد ما طلعنا أقصى ارتفاع رحت حكيت إنه كمية التحرك هون بتساوي كمية التحرك هون طلعت منها سرعة البروجكتايل الثاني هذا بعديها استخدمت هاي المعادله تاعت اقصى ارتفاع اللي هي دلتا واي طلعت منها التي ومن التي طلعت دلتا اكس
بس هاي الفكرة. تمام؟ هو سؤال لطيف بس شوية تخربشنا. ماشي، لأنه في أكثر من فكرة بس حلو. فخلص أنت إذا طلعت من هنا تي، هاي بسيطة، طلعت تي تعود هون بتطلع دلتا إكس. تمام؟ واضحة ولا أعيد؟ تمام تمام واضحة ولا أعيد؟ مفهومي ها؟ ما فيش فيها أي شيء. يعني هاي من هون طلعنا أقصى ارتفاع، بعدين طبقنا هاي، طلعنا سرعة هذا البروجكتايل، بعدين استخدمنا هاي عشان نطلع تي، بعدين طلعنا دلتا إكس. هاي الخطوات. طيب هلا نروح لهيك مثال، مش عارف المشكله في اسئله اللكتشر مش محطوط عليها سؤال اللي هو التصادم في بعدين، او مش التصادم، حفظ كميه التحرك في بعدين. لكن ممكن نطبق حفظ كميه التحرك في بعدين مع التصادمات، مش مشكله، واحنا طبقناها هنا اصلا، شفتوا كيف. لكن بس خلينا احط هيك حاله عامه مثلا، بس مشان تفهموا بالضبط شو قصدي. كمثال عام هيك، والمره الجايه لما نشرح التصادمات بنحل، ما هو التصادمات كلها فيها حفظ كميه تحرك، فاكيد بنحل عليهم مسائل. بس انا احكي بشكل عام كمثال عام. افرض انه في عندك جسم انفجر لأكثر من fragments، يعني نفس مثالنا هو، بس ما يكونش projectile. خلينا نبسط الأمور، ولازم أخذنا هاي الحالة بعدين رحنا طبقنا هذا المثال أو هذا السؤال. تمام؟ لأنه هذا دام يجلح بين projectile وحفظ كمية التحرك. هلأ هون افرض أنه في عندك أنت جسم، وهذا الجسم كان ماشي بسرعة في initial على الاكس، وراح هون عند هاي النقطه انفجر لجسمين، هذا كتلته ام افرض، وهذا كتلته ام على 2، وهذا كتلته ام على 2، وافرض انه صنعوا نفس الزاويه، هاي ثيتا وهاي ثيتا. مرات تكون نفس الزاويه، مرات مش نفس الزاويه. فانا بدي اطبق حفظ كميه التحرك، بحكي بطبق على الاكس لحال، فبكل بساطه بدي اسمي هاي في انيشال للجسم الأصلي، فخلنا نسميها هاي V1 أو بلاش V initial، وهون نسمي هاي V1 السرعة هون، وهاي V2 إنه بعد التصادم، فV1 بعد وهاي V2 بعد. فاللي بيصير إنه هون V1 كوساين ثيتا، إذا هاي ثيتا 1 وهاي ثيتا 2 مش مهم، وهاي V1 ساين ثيتا 1، وهون V2 ساين ثيتا 2، وهنا V2 كوساين ثيتا 2. تمام؟ فإذا طبق كمية التحرك بكل بساطة بنحكي M في V initial، هذا للX، B initial X تساوي B final X. تمام؟ إنه على الX هنا في عنا M V initial تساوي M على 2 اللي هو كتلة الجسم الأول، في V1 كوساين ثيتا 1 زائد ام على 2 في 2 كوساين ثيتا 2، انه جمعت بس تعات الاكس هاي وهاي تساويها. على الواي اذا تطبق على الواي بكل بساطه البي انيشال واي تساوي بي فاينل واي. كم البي انيشال واي؟ صفر. ايش صفر؟ فيش عندنا انيشال، فهنا صفر تساوي هاي ناقص هاي. فبكل بساطه M على 2 V1 ساين ثيتا 1 ناقص M على 2 V2 ساين ثيتا 2، صح؟ موجب وهي السالب واليمين موجب والشمال سالب. أستاذ نزل الكاميرا شوي بس. إيش؟ نزل الكاميرا شوي عشان نشوف اللي كاتبه تحت. تمام؟ فهي الفكرة، يعني أنت هنا هي الفكرة فيها، إنه بتشوف الوضع إنيشيال، الوضع فاينل، بس بتحلل وتروح تطبق على طول. هي هيك دائما يعني. تمام؟ يعني هنا احنا هيك عملنا أصلاً، هي وهذا التيم فراجمنت، واحد انتصب لهون لهون.
هذا كانت سرعته السينية صفر، هذا كانت سرعته السينية في، بس هاي الفكرة، بس طبقنا على الإكس ما نزل للواي. تمام؟ فهي باختصار حفظ كمية التحرك اللي راح تفيدني كثير في التصادمات، وأكيد في التصادمات راح نتطرق إلها ونحل عليها مسائل. طيب لهون راح نوقف. تمام؟ المرة الجاي حنشرح التصادمات.